يعني هل كابتن جوهر نبيل كممثل لمجلس الاداره في النظر للامور الفنيه اللي محتاجها النادي الاهلي في كره اليد راضي عن القرارات اللي تم التوصل اليها واللي بتؤخذ بالاجماع وانها تعمل نقله للافضل الموسم ده ان شاء الله؟ ان شاء الله راضي وراضي جدا وانا متفائل الحقيقه بكره اليد السنه دي ومش بس كره اليد على فكره كره اليد وكره السله كمان كابتن اشرف توفيق يمكن كابتن طارق خيري كان مدير فني راجل من الناس المحترمه جدا والمدربين المحترمين ولكن جه النهارده كابتن اشرف توفيق من الناس اللي ربوا اجيال وعملوا شغل وخبره فنيه كبيره لا خلاف عليها طبعا جداً في مجال كره السله وبرده بيدعم كره السله فانا ان شاء الله باذن الله السنه دي الموسم اللي جاي هيبقى للالعاب الجماعيه هيبقى موسم باذن الله هيبقى فيه انجازات جيده يعني جدا. مجلس الاداره كمان بيعد الجماهير حسب كلامك كابتن جوهر انه القادم افضل مش بس على مستوى كره اليد على مستوى كره السله ان شاء الله نتوقع نتائج افضل الموسم ده باذن الله. ان شاء الله تتوقع ان شاء الله وفي صفقات احنا لسه شغالين عليها للسله هيكون الموسم اللي جاي موسم افضل للطايره والسله واليد وبقيه الالعاب باذن الله طبعا العاب الميه برده عامله انجازات كويسه وعاملين برده صفقات جيدة جدا وجايبين سباحين عالميين وأولمبيين. طيب الانشغال بالفرق الكبيرة فريق كرة القدم فريق الهاندبول فريق الباسكت هل ما بيؤثرش بشكل أو آخر على اللعبات الأخرى في النادي والأبطال في اللعبات الفردية وبيحصلوا على نفس القدر من رؤية المجلس واهتمامه للتطوير؟ لا خليني أقول لك مشهد بس بسيط كده عشان تغير وجهة نظرك أو يمكن مشاهدين يغيروا وجهة نظرهم في الموضوع ده. يمكن كان عندنا من شهر ونص تقريبا البراعم بتوع السباحة خدوا ميداليات او خدوا الستار 1 وستار 2 كان في زي نجمه 1 ونجمه 2 ونجمه 3 عشان يبداوا يخشوا المنافسات. اعضاء العمري فاروق كان موجود نائب رئيس مجلس اداره المهندس خالد مرتجي انا ابراهيم كفراوي محمد ضماطي مجلس اداره بيكرم الولاد الصغيرين فما بالك لما بنتكلم عن العاب اخرى غير كره الطايره وغير السله كل التفاصيل الخاصه بالرياضه متابعينها اكيد طبعا مش مجلس الاداره كله هيروح في حدث واحد ولكن على الاقل في 2 3 تنس الطاوله نفس الكلام ناس عملوا انجازات جيده جدا عندنا ابطال افريقيين وعرب وابطال عالم بنروح بنكرم الناس بشكل كبير فعلى قد ما نقدر طبعا بنهتم بكل الالعاب يمكن ما فيش نادي في العالم عنده عدد الالعاب اللي موجوده في النادي الاهلي وتاثيره الكبير في المنتخبات في مصر كمان طبعا نسبه تمثيل النادي الاهلي ضخمه جدا في كل المنتخبات كبيره جدا يمكن منتخب الشباب كره اليد اللي لسه كسبان في 6 لعيبه من النادي الاهلي في لعيب واحد من نادي الزمالك بس ميزه بقى المنتخب الشباب ده عنده متجمع من اكتر من نادي مختلف نادي هليوبلس فيه 4 5 لعيبه نادي طلاء الجيش فيه 2 3 لعيبه فالنادي الاهلي طبعا ما فيش كلام النادي الاهلي ليه مساهمه كبيره جدا في المنتخبات بشكل كبير دايما النادي الاهلي كويس منتخب مصر بيبقى كويس ودي حاجه حتى على فكره على مستوى كره القدم ما بنتكلمش عشان احنا متعصبين وناس اهلاويه وانا عضو خالص دايما النادي الاهلي لو كويس وده شفناه الاهلي لما كان في الكوره كويس جدا كسب بطوله افريقيا دوره واثنين وثلاثه